حجيت عن والدي منذ 6 سنوات حجا مفردا، وقمت بطواف الإفاضة ولم أسعى بسبب عدم معرفتي. ولما عرفت هل أقوم بالسعي في هذه الأيام، وهل علي وزر، وهل الحج صحيح، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحج صحيح، ولكنه لم يكمل، باق فيه السعي، فعليك أن تعود وتأتي بالسعي. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فعليك أيضا الفدية، هي ذبح شاة تجزئ في الأضحية، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، وإن لم تجد فإنك تصوم 10 أيام. أما إذا لم يحصل منك جماع فيكفي أن تعود وتأتي بالسعي عامية السعي عن الحج الذي تركته. نعم.